دلوقتي يا اخواتي هنبتدي معاكم سلوك جديد. ودلوقتي احنا ركبنا اليخت وهنبتدي بقى ايه اوريكم هنعمل ايه. دلوقتي انا ببص على المية، طبعا عمق 45 متر. بتمشى بشوف الدنيا فيها ايه الاول، وبعد كده ايه طبعا زمايلي قاعدين اهم، هنط طبعا اكيد. بصوا يا جدعان كم واحد، بتاع 15 نفر. دلوقتي انا ببص لهم اهو، هو طبعا هم عاملين ايه وايه الشغل ده عارفين انت. ابص انا كده بقى ايه، هبتدي بقى اسخن كده ونط بقى. طبعا لازم نستعد طبعا للكلام ده. ابص كده انا بصراحة مقلق شوية، بس هنط في الاخر. بس بقول امسك التليفون ثواني عشان عايز حد يصورني عشان انط. ما حدش طبعا راضي يا جدعان بعد اذنكم، مش عارف ده بيبص لي ايه، ده مين ده؟ مش عارف، مش تبعنا اصلا. اخواتي منورين دلوقتي يا جدعان، هاجي من السوم ومنطط. بصوا سمكة بلدية في المية، سبحان الله. بصوا يا جدعان واقف عمال ازاي، شايفين؟ واول مرة ليا اعوم على فكرة، بس طبعا مش خايف. البحر غريق وكل حاجة، بس ايه انا كده كده بعرف اعوم اصلا. شايفين يا جدعان؟ اتعلموا بقى. طبعا انا قلت لازم اعمل لكم الفلوج دوت، ما ينفعش افوته. طبعا بقى ايه، البحر اصلا ساعة، الجو تلج، واحنا في العين السخنة. دي تاني نطة يا جدعان، بصوا شايفين النطة؟ يا سبحان الله، واحد نزل معايا اهو اهو. طبعا انا بقى نفسي قصير فهرجع تاني هلف طبعا، مش هعرف. و هطلع فوق من جديد. دوت واحد صاحبنا برضو بينط، هنلف مع بعضينا هنهزر شوية. في واحد صاحبنا تاني هناك مش عارف راح فين، رايح البر التاني، وانا راجع عادي ما فيش اي مشكلة خالص. يا كانت احلى يوم والله العظيم. على فكرة انا مصور الفلوج دوت بقالي بتاع شهر يا جدعان ما نزلتوش، بس قلت بس لازم انزله النهاردة. طبعا النهاردة انا قاعد في اسكندرية بصيف شوية في الشتاء، انا كده عكس الناس، في الصيف بشتي في الشتاء بصيف عادي بقى. طبعا اوريكوا تلات نط يا جدعان. بصوا هتكلم كلمتين اول ما بعرفش انط وكده، في الاخر انط تلات نطة طلعت احلى نطة فيهم كلهم. بصوا بقى يا جدعان كده، انا يعني ابتديت اتعب مش قادر بقى يا جدعان، خلاص بقى انا عايز اطلع. البحر بقى فيه سحب شديد ومش عارف اعمل ايه، عمال اقول له اقفل يا ابني الكاميرا خلاص. بص الشورت اتنفخ ازاي. مش عارف انا بعمل ايه والله العظيم، البحر كان فيه سحب بجد يا جدعان، بس عادي برضو هقاوح واروح. بصوا ما بتوديني فين، شايفين يا جدعان؟ بصوا ما بتوديني فين، بس هحاول برضو هحاول. بصوا الشورت منفوخ ازاي، على فكرة الشورت شايلني عن المية يا جدعان.